قهر قهر انت من البيع حرفيا. كيف الخيول والخرطه؟ تقول اسهل. عليه الصلاه والسلام. اسلم يا ابو امي. جمعت لي فلوس يمكن حدود 14000. عز وليك خلينا نبدا من عنده روح. الله العظيم العظيم. فقره ابو سليم. فقره اللي ما يقطعون هم الاثنين يقطعون. هذه جلستنا كيفنا احنا مسوينها. اسلم. اقرب اقرب. جمعت لك 14 13 المهم قررت ادخل سوق الغنم. هذا اخس قرع من رايك في حياتي. المهم ما تحمس لا ريح ولا قيمه ولا شيء. هاتك علي. المهم ما تحمس ولا ارقد ذاك اللي اقسم ما رقد ذاك اللي ابغى اشرح للسوق. ابغى اشرح مجمع لي حدود 14000. ابغى ابدا تجارتي في الغنم. المهم واسرح بعد الفجر. والله اني سارح من بعد الفجر لحالي. المهم يا رجل والله العظيم لا تنشب لا تنشب. احس ان كتابي مسؤول. سلط علي ابحث عن الجحار. اي والله لا تبحث عن الجحار واجد. اصبح جنبك عشان الله يقطع لحيك. انت تصحون علي لما قطعت سوالف تقطع سوالف. المهم واسرح واخذ لي شبك 10 والله ما ادري 10 في 7 او 10 في 6. المهم واجيب العمال ويركبونه ويضبطونه واضبط المناقل واضبط كل شيء. الحلال ماضي. المهم الحلال باقي خطوه اليوم الثاني. وشلت شاري؟ بشتري الحلال باقي ما شريت بس اني اضبط الموقع. المهم طبعا لاني بشتري من السوق وابيع من السوق لازم اني ابعده عن حلالنا علشان يمكن ضيم شيء وجع. المهم عشان ما يعدل. حط الترجمه تحت ولا تزعجنا. المهم واسرح ذاك اليوم اضبط الشبكه اضبط كل شيء ويوم جاء اليوم الثاني واسرح السوق. ولاني هي ما عاد فوق راسي راس الفلوس معي واتحكم. المهم واشتري لي اطول العمار 8 من 1200 8 من البهم من 1200. المهم وعيل لي 2 حركت من السوق اللي عندي شريت منه 8 ورحت للسوق الثاني سوق خميس مشيت اكبر سوق 8 9600 والله اني ما ادري كم هي بهذه. المهم واروح اخذ اعيل لي طليين نجبره كفو تشوفها في الصندوق ودك تاخذها لو باللي هيبه. المهم واخذها من 1450 تنتي. لا ذاك الوقت السوق غالي السوق غالي. اثر ذي اللي في الصندوق اثر واحده منها فيها ايش اسمه فيها الله يعطيني اسمه اللي يجي ايش اللي يسمونه ام عظيم ذي ايش اسمه عظيم اللي يعني يجي في رجليها. لا 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 له اسم دريه. لا يا رجال عن هيجي ما يوقع الا في ايد الطلي روح ما اعرف. المهم اذره فيها واحده منها. المهم واخذه ولا فوق راسي راس واروح للشبك وهناك واصورها وانزلها في حراج واضبط. المهم اقسم بالله قلت لازم اني اضمها قلت لازم اضمها 6 ايام 5 ايام وابدا البيع فيها. المهم ضميتها خليت لي 4 ايام هذه 5 ايام. المهم العوال عمي يكلموني قالوا يا ولد احنا بغانا رحله على ايش اسمه على مكه وعلى ذي الديار نبغى نتمشى. قلت كم حدكم في الرحله؟ قال اسبوع. قلت تب ونروح. ويوم قعد احنا ثالث يوم العامل يدق علي قال ثلاثه من الغنم تعبان زياده. قلت يا ولد ايش علمها؟ قال تعبان زياده. المهم ما دق على اخوي الكبير دقيت على اخوي الكبير قلت تكفى روح شوف الحلال ايش علمه. المهم قال الثلاثه اللي يقول العامل والله العظيم ما عاد تسوى من 100 ريال. قد هي مطرحته ما عاد تسوى من شيء. قلت ها تكفى ها شوف لا الباقيه. قال انا والله عندي استلام لكن بكره ابشر. المهم ويوم جاء اليوم الثاني والله العلي العظيم يا ريدي لهي من جال ما بقى الا اثنين الصاحيه. لا لا تعب ما. المهم ويوديها الله العلي العظيم والله العلي العظيم يا رجال اني ما بعتها الا من 250 الا ذيك بعتها من 1100. والله العلي العظيم والله العلي العظيم يا رجال ومن اللي ماخذها مني سوداني. ابشروا واني بالطلبات خليتها يشتريها. والله العلي العظيم الحين فهمتوا عقلتوا فقهتوا.